السلام عليكم. يمثل ميناء الناظور غرب المتوسط قيد الإنشاء حالياً على خليج بطوية بإقليم الناظور، علامة فارقة جديدة في طموح المغرب البحري الذي يروم زيادة تحسين الربط البحري للمملكة والمساهمة في تنمية المنطقة الشرقية. ويراهن المغرب بشكل كبير على ميناء الناظور غرب المتوسط عملاق الموانئ الجديد بإفريقيا، والذي وصلت فيه الأشغال مراحل متقدمة من أجل إرساء جهة الشرق واحدة من الأقطاب الصناعية الكبرى بالمملكة. هذا المشروع الذي يعد من الأضخم بالقارة الإفريقية من شأنه أن يغير وجه المنطقة الشرقية اجتماعياً واقتصادياً، حيث من المخطط له أن يصبح منصة صناعية كبرى وتجمعاً كبيراً للشركات والاستثمارات العابرة للحدود، وفرصة تنموية لجهة الشرق وجهة فاس مكناس كذلك، حيث من المخطط أن يتم ربط الميناء بالمناطق الصناعية بسلوان وفاس ومكناس عبر السكك الحديدية والطريق السيار. في هذا الفيديو سنتعرف على نسبة تقدم أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط وعلى المشاريع الموازية التي تم إطلاقها في تكامل مع الميناء. لكن قبل ذلك، المرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. نسبة تقدم أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط. تتواصل جهود العمل في مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، والذي يأتي ضمن إطار الاستثمارات الهامة التي تقوم بها المملكة المغربية، حيث يتم تنفيذ هذا المشروع الهام بواسطة شركتي SGTM المغربية و STFA التركية، ويعد واحداً من أكبر المشاريع في القارة الإفريقية. ويأتي هذا المشروع في إطار الرؤية الملكية لتطوير البنية التحتية للمملكة، التي تهدف إلى لعب دور حيوي كبوابة تواصل بين إفريقيا وأوروبا. هذا وأعلنت السيدة سناء العمراني، مديرة الموانئ والملك العمومي البحري في وزارة التجهيز والماء، أن ميناء الناظور غرب المتوسط من المتوقع أن يبدأ نشاطه في العام 2025. وتسير أعمال بناء الميناء على وتيرة متقدمة حسب ما تظهره الصور، حيث وصلت نسبة الأشغال إلى ما يقرب من 95%، ويتوقع الانتهاء منها بحلول نهاية عام 2024. وسيكون الميناء بسعة ضخمة تبلغ 3 ملايين حاوية و25 مليون طن من المشتقات النفطية، بالإضافة إلى 3 ملايين طن من البضائع المتنوعة. وتمتد فوائد الميناء العملاق إلى ما وراء الحجم الضخم لحمولته، حيث ينصب الاهتمام أيضاً على منطقة حرة تابعة للميناء، تمتد على مساحة تزيد عن 8000 هكتار، ومن شأن هذه المنطقة تعزيز الأنشطة الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات. ودعت سناء العمراني رجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المشروع الاستراتيجي. تأتي هذه الدعوة في سياق الاستراتيجية البحرية الجديدة للمغرب، التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية البحرية بحلول عام 2030. وتشمل هذه الاستراتيجية تحويل بعض الموانئ التاريخية مثل ميناء بني نصار وميناء طنجة المدينة والحسيمة، بالإضافة إلى جزء من ميناء الدار البيضاء، إلى موانئ سياحية تسهم في تعزيز القطاع السياحي والاقتصادي للمملكة. وتشهد المملكة المغربية نمواً ملحوظاً في مجال الموانئ، حيث تمتلك 43 ميناءً يخدمون قطاعات التجارة والصيد البحري، ومن بينها ميناء طنجة المتوسط، الذي سجلت حركة حاوياته أكثر من 9 ملايين في عام 2023، والذي يعد مثالاً على هذا النمو، حيث زادت حركته بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي، مستفيداً من الأوضاع الأمنية المتوترة بشرق المتوسط والبحر الأحمر، حيث اتجهت شركات الشحن البحري إلى استعمال ميناء طنجة المتوسط بديلاً عن موانئ شرق المتوسط والبحر الأحمر. ربط ميناء الناظور بالسكك الحديدية.
كشفت تقارير إعلامية أن المكتب الوطني للسكك الحديدية قام بتخصيص 27 مليون درهم للأشغال التحضيرية لربط ميناء الناظور غرب المتوسط بالسكك الحديدية، وأوضحت أن مدة هذه الأشغال محددة في 24 شهراً. ويعتزم المكتب الوطني للسكك الحديدية إنشاء خط سككي يربط بين مدينة سلوان وميناء غرب المتوسط ومطار العروي. المكتب الذي يعرف دينامية غير مسبوقة بعد انطلاق مشروع القطار فائق السرعة بين الدار البيضاء وطنجة، أطلق طلب عروض من أجل إنجاز الدراسات الأولية المتعلقة بالبنية التحتية والجانب الهندسي والتصميم، وكذلك فيما يتعلق بالعوائق الطبيعية والجسور لهذا المشروع الذي سيخصص لنقل البضائع. ويخطط المكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل أن يكون الخط السككي الجديد جاهزاً للاشتغال بداية من سنة 2025، ويصل طول هذا الخط السككي الجديد إلى 52 كيلومتراً، فيما لم يتم الإفصاح عن التقديرات المتعلقة بكلفة إنجاز المشروع والعديد من تفاصيله. الطريق السيار بيرسف ميناء الناظور غرب المتوسط. تم رسمياً انطلاق أشغال الطريق السيار الرابط بين بيرسف والناظور على طول 104 كيلومترات، حيث شرعت الجرافات والآليات في أشغال إنجاز هذا الطريق السيار، وهو المشروع الذي فازت بصفقة إنجازه شركة SBTX. وسيجري الاشتغال على المشروع الذي سيربط الناظور ومينائها بالشبكة الوطنية للطرق السيارة على ثلاثة مقاطع، أولها من جرسف إلى ساكا على امتداد 37 كيلومتراً، بينما المقطع الثاني من ساكا إلى دبريوش على امتداد 40 كيلومتراً، والمقطع الثالث بين دبريوش والناظور غرب المتوسط على امتداد 27 كيلومتراً. وأعلن البنك الإفريقي للتنمية في بلاغ له عن تعبئة 246 مليون يورو لإنجاز الطريق السيار الرابط بين جرسف وميناء غرب المتوسط. ويتكون هذا التمويل حسب ما ذكر المصدر ذاته من 200 مليون يورو من البنك الإفريقي للتنمية و46 مليون يورو من صندوق إفريقيا ننمو معاً. ويعد قطاع النقل الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية في المغرب من بين أولويات المملكة. ووفق البنك الإفريقي للتنمية فإن القطاع يساهم في 15% من إيرادات الدولة، ويوظف 5% من السكان النشطين، وهو ما يمثل 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني في عام 2022. وأضاف أن المشروع يندرج ضمن ديناميكية تحديث البنية التحتية للنقل والخدمات المرتبطة بها، لزيادة القدرة التنافسية اللوجستية للبلاد وجاذبيتها، وأكد أن هذا المشروع سيمكن بشكل أساسي من ربط مجمع الميناء الصناعي الكبير للناظور غرب المتوسط بشبكة الطرق السريعة بالمغرب. ويهدف هذا المشروع، حسب ما أفاد البنك الإفريقي للتنمية، إلى تعزيز الربط لجهة الشرق لجذب المزيد من الاستثمارات واستحداث فرص اقتصادية جديدة وخلق فرص جديدة للشغل، كما يهدف إلى تحسين السلامة الطرقية على محور بيرسف الناظور وربط ميناء الناظور غرب المتوسط المستقبلي بشبكة الطرق السريعة للمساهمة في زيادة أحجام البضائع العابرة هناك ومدن الناظور وبيرسف وجميع المدن الواقعة على هذا الممر. تثنية الطريق الوطنية بين تاويما وميناء غرب المتوسط. أعلنت وزارة التجهيز والماء عن مشروع لتثنية الطريق الوطنية رقم 16، الطريق الساحلية بين منطقة تاويما بمدخل مدينة الناظور في اتجاه ميناء الناظور غرب المتوسط على طول أكثر من 30 كيلومتراً. ويأتي هذا المشروع بعدما رصدت ذات الوزارة حوالي 21 مليار سنتيم لتثنية المقطع الرابط بين تاويما وأركمان من الطريق الوطنية رقم 16 بإقليم الناظور. وفي سياق متصل،
كانت وزارة التجهيز والماء قد أطلقت دراسة جيوتقنية لتثنية الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين إقليمي الحسيمة والناظور مروراً بإقليم دبريوش على طول 120 كيلومتر. وتجدر الإشارة إلى أن الطريق الساحلية ساهمت بشكل كبير في فك العزلة عن ساكنة إقليمي الحسيمة ودبريوش، إلا أنها تعرف الكثير من حوادث السير بسبب المنعرجات الخطيرة. المنطقة الصناعية الحرة بميناء الناظور غرب المتوسط. تعتبر المنطقة الصناعية واللوجستيكية بميناء الناظور غرب المتوسط مجالاً مكملاً للمركب المينائي، وتشكل المنطقة الحرة المحاذية للميناء أبرز المكاسب الصناعية في الجماعة الترابية إعزان وخارجها، حيث ستقام على مساحة إجمالية تقدر بأربعة آلاف هكتار مقسمة إلى شطرين، 1500 هكتار في الشطر الأول و2500 هكتار في الشطر الثاني. وتستهدف هذه المنطقة الحرة زيادة التصدير في أفق استقطاب صناعات عالمية وبتروكيماوية، كما يستهدف المركب المينائي الناظور غرب المتوسط قطاعات صناعية مهمة تعرف باسم المهن العالمية، منها على سبيل المثال ترحيل الخدمات وصناعة السيارات وصناعة الطائرات والإلكترونيك، فضلاً عن تشجيع إحداث مناطق صناعية حرة موجهة للتصدير. هذا وعرفت المنطقة الحرة بميناء الناظور استقطاب العديد من الاستثمارات المغربية والأجنبية، خصوصاً الصينية المتعلقة بصناعة السيارات. المشاريع الصينية الجديدة بميناء الناظور غرب المتوسط. تستعد شركة أيلون الصينية لافتتاح مصنعها الأول خارج الصين في المنطقة الصناعية بميناء الناظور غرب المتوسط، ويهدف المشروع إلى إنشاء قاعدة لإنتاج شفرات توربينات الرياح تستهدف أسواق أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط. تم بناء المصنع على مساحة 50 هكتاراً بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 221 مليون يورو، ومن المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية السنوية إلى 600 مجموعة من الشفرات، بالإضافة إلى توظيف حوالي 3300 موظف، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 626 مليون يورو. تعتمد شركة أيلون على مزايا المغرب مثل تكاليف النقل المنخفضة والقرب الجغرافي من أسواق أوروبا والشرق الأوسط، ويعتبر هذا المشروع إضافة مهمة لتطوير صناعة طاقة الرياح في المغرب، ويعكس الطموحات الكبيرة لشركة أيلون في المنطقة. وقد أشارت إلى أنه من المتوقع أيضاً أن يكون المصنع من أكبر مواقع إنتاج شفرات توربينات الرياح في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط. وفي ذات الصدد أفادت مصادر مطلعة أن شركة ذا أورينتال التي تدير المنطقة الحرة الصناعية بميناء الناظور غرب المتوسط تعمل على تحسين موقعها على رادارات المستثمرين الوطنيين والأجانب، بحيث بدأت في دعم سبعة مصانع عملاقة مهتمة بإطلاق الأنشطة بميناء غرب المتوسط، وسيتم تخصيص أكثر من 730 هكتاراً لأربعة مصانع جيجا من أصل صيني لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وإنتاج المركبات الحرارية وإنتاج الأنودات للبطاريات والحديد الأخضر. شاركونا آراءكم في التعليقات، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. في أمان الله.